فيما نفى وزير الخارجية السعودي النبأ، أكد وزير التعليم في حكومة الاحتلال يوآف جالانت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحضور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين أمس الأحد خلال زيارة سرية إلى المملكة. وكانت مراسلة هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قالت إن الرقابة العسكرية سمحت ببث خبر زيارة نتنياهو وكوهين للسعودية رغم إبداء وزير الحرب استنكاره من تسريب الخبر واعتباره أمرا غير مسؤول ومثير للقلق. بدورها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأمر بالخطير، داعية المملكة العربية السعودية إلى توضيح ما حدث لما يمثله ذلك من إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية. وأبدأ مع ضيفي دكتور ربحي حلوم، السفير الفلسطيني السابق وأمين العلاقات الدولية للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. دكتور ربحي مرحبا بك، وإذا تغطية واسعة لنبأ الزيارة ولأصدائها ولردود الأفعال حولها، فيما يبدو أنه تسريب من جانب الإعلام الإسرائيلي ونفي رسمي سعودي، لكننا اعتدنا للأسف بأن نفي حكام العرب نوع من التأكيد. كيف تابعت أنت الأمر؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم أخي الكريم. هذا يوم أسود من الأيام السوداء التي ابتلينا بها على أيدي ذوي قربانا من العرب والذين يزعمون أنهم يقودون العالم العربي، العالمين العربي والإسلامي. هذا اليوم الأسود يأتينا بنبأ جديد، وهو ليس مستغربا على ضوء التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة منذ هرول آخرون للتطبيع وللتسابق إلى الارتماء في أحضان العدو الصهيوني بلا ثمن، بلا أدنى ثمن، بل على حساب شعوبهم وكرامتهم وكرامة أمتهم وتاريخها. الاجتماع الذي سربته وسائل الإعلام الصهيونية بوح وسائل إعلامه، وهؤلاء الأعداء عودونا أن يعني أن يفاجئونا بأخبار ينكرها علينا ذوو قربانا، بينما هي في الواقع واضحة كل الوضوح، وقد هناك دلائل أكثر من دليل. الصهاينة ذكروا الساعة والدقيقة التي هبطت بها الطائرة الخاصة التي أقلت رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو ويرافقه رئيس الموساد ومكان هبوطها في مدينة نيوم السعودية، التي للأسف الشديد منذ بضعة أسابيع أو ربما منذ 3 أو 4 أشهر قام المسؤولون بإخلائها من سكانها نهائيا ليبنوا عليها مدينة خاصة لمثل هذه اللقاءات السرية التي يحضرها قادتهم. ولقاء أمس كانت هناك تفاصيل واضحة وأكثر من واضحة. الاجتماع الثلاثي الذي ضم ولي العهد السعودي إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ومسؤول الموساد بحضور بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة ومعه 3 من الخبراء العسكريين من ضباط الولايات المتحدة الذين يرافقونه، هذا الاجتماع هو على صلة بكل تأكيد على صلة بحالة العصيان والجنون التي نتابعها في الولايات المتحدة على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي يصر فيها رئيس الوزراء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب على حرق المنطقة. نحن نتوقع أيها الإخوة أحداث انجسام على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب المنطقة بأسرها وعلى حساب الأمتين العربية والإسلامية، خدمة لما وعد به ترامب الصهاينة قبل انتهاء ولايته. هو يريد
أن ينفذ خطوة ما تضمن لصفقة القرن، أن ينفذ القسم الأكبر منها قبل أن يسلم السلطة لخلفه الذي ينكر عليه فوزه في الانتخابات، والذي بالتأكيد سيتسلم مهامه في 20 من يناير القادم. وهذه نقطة ربما أشار إليها البعض دكتور ربحي، يعني البعض هنا يحاول أن يفهم، إذا كان ترامب يعد العدة ويحزم حقائبه للرحيل عن البيت الأبيض، فلماذا إذن يكون مهتما بإنجاز صفقة هو يعلم أنه لن ينهيها؟ لأنه وعد الصهاينة بأنه لن يترك موقعه قبل أن يستنفذ أن ينفذ ما وعدهم به. هو وعدهم بتسمية القدس عاصمة لهم ونفذ ذلك كما تعلمون، ووعدهم أن ينفذ بقية ما تبقى من صفقة القرن من حيث الضم، ولهذا بعث في 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 غمرة الأحداث الجسام التي تعيشها الولايات المتحدة، بعث بومبيو وزير أقرب مساعديه ووزير خارجيته على رأس وفد يجوب المنطقة تحضيرا لما يفكر بالإقدام عليه قبل 20 من يناير القادم، وبالتالي يريد أن ينفذ للصهاينة ما وعدهم به. نعم. طيب إذا اتفقنا أنه هذا الاجتماع قد وقع بالفعل، نحن أمام نفي وإثبات، ربما على الصعيد الرسمي هناك نفي من جانب السعودية، لكن هناك إثبات من جانب إعلام عبري للأسف يبدو أكثر مصداقية من كثير من حكام العرب اليوم. لكن إذا افترضنا بوقوع هذا الاجتماع، كيف تقرأ دلالات المكان، خاصة أن هناك من اعتبر أن مدينة نيوم تحديدا واختيارها كمكان لهذا الاجتماع ربما يأتي في سياق يتحدث عنه البعض من أن هذه المدينة قد تكون أحد الأماكن المرشحة لاستيطان أو لنقل الفلسطينيين بعد إخراجهم من بيوتهم وفق ما يسمى بصفقة القرن؟ أنا تقديري أن نيوم ستكون غرفة العمليات للمرحلة القادمة للأربعة أسابيع أو الستة أسابيع القادمة، غرفة عمليات لما يخطط له في المنطقة قبل 20 من يناير. هذا السبب الأول. السبب الثاني، مدينة نيوم يجري إنشاؤها والعمل عليها على قدم وساق منذ مدة تقارب يعني السنتين، والآن في مراحلها الأخيرة لتكون نقطة انطلاق للتحالف الصهيوني فلأقل الميني خليجي وليس الخليجي ككل، لأن هناك دول في الخليج ترفض ما يجري وعلى غير وئام مما يجري والإدارة الأمريكية، وبالتالي ولكن دعني أقول لن يمروا، وأؤكد أنهم لن يمروا على الإطلاق أيا كانت وأيا ومهما استشرست مؤامراتهم لن يمروا. فطفل صغير من أهلنا الصامدين في القطاع على قادر أن يدمر كل مخططاتهم بوعي من شعوبنا وبمساندة من إرادة مقاتلين ومقاومين في القطاع الصامد وأهلنا في الضفة الغربية الذين يتحفزون أيضا لينبعثوا من جديد ويتخلصوا من سياسة السراديب والدهاليز الخفية والسرية التي أجروا فيها مباحثاتهم في أوسلو والتي تتكرر اليوم في نيوم، وسبقها لقاءات أخرى في دهاليز مماثلة في أبوظبي وغير أبوظبي والبحرين. لكن هناك من يقول بأنه الموقف السعودي يبدو متشبثا بما أعلنه من قبل فيما يتعلق بالمبادرة العربية للسلام، وأنه التطبيع ربما يكون مبدأ وارد في السياسة السعودية، لكن شريطة حل الدولتين وشريطة حصول اتفاق سلام دائم وعادل كما ذكر وزير الخارجية السعودي. لقد استمعنا إلى ذلك التعهد مرارا وتكرارا، لكننا والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين أخي.
كيف لنا أن نقول أن نؤمن بهذا الوعد أو التعهد الذي قطعوه بأنهم لن يقدموا على التطبيع قبل أن وقبل أن وقبل أن، بينما هم أول من سمح لطائرات العدو الصهيوني أن تعبر أجواءهم باتجاه شرق جنوب وشرق آسيا، وطيران العال الآن مستمر عبر الأجواء السعودية لجنوب شرق آسيا وإلى غيرها، واللقاء الذي تم بالأمس واحد من هذه الأمثلة. أي وعود هذه يا أخي؟ المثل قال وكما ذكرت لا يلدغ المؤمن من جرح واحد مرتين. ها نحن نشهد لقاءات سرية. ما معنى هذه اللقاءات؟ أنت تقول ويقول بعض البعض إذا صحت أنا لا أريد أن أستعين بما يسمى مصداقية الصهاينة في بياناتهم، لكننا تعودنا أن الصهاينة لا يخفوا أمرا على شعبهم، هم أعلنوا ذلك ليعلنوا شعبهم أنهم مقبلون ويعملون كذا وكذا ويتصلون بك.